وللحديث أكثر عن الوجود الأمريكي في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. أهلا بك دكتور هلال. بداية وبحسب معهد واشنطن، فإن قوات التحالف الدولي لم تنسحب من العراق وإنما غيرت مهامها. بداية، كيف تقرأ هذه المعلومة في ظل تأكيدات الحكومة في بغداد بأن القوات ستخرج من العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناة الرافدين والعاملين عليها. أولا، الولايات المتحدة الأمريكية عندما احتلت العراق كان لديها مشروع، وهذا المشروع لا يزال يعمل بكل الأوجه التي رسم لها مع التغيير في المخططات حسب الظروف والمستجدات التي تطرأ على الأرض، وخاصة بعد أن واجهت القوات الأمريكية المقاومة العراقية الشرسة التي أوصلت الولايات المتحدة إلى قرارات حقيقة وخسائر واضحة أدت إلى الانسحاب الشكلي لامتصاص الغضب الجماهيري من الذي نشأ في العراق نتيجة هذا الاحتلال وما عليه. هذا جانب. الجانب الآخر، أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما أتت إلى العراق أتت بوكلائها وعملائها في الذي يسر لها عملية الاحتلال، وهي ملتزمة التزاما كاملا بحمايتهم، وهذا هو الأساس الذي لا يختلف عليه اثنان. ما هو الدور المرسوم للولايات المتحدة الأمريكية بقاء القوات الأمريكية في العراق؟ لها مهام مختلفة، منها جعل العراق قاعدة في المنطقة، استمرار في إضعاف العراق، حماية العملاء في الحكومات الاحتلال المتتابعة المتوالية في المنطقة الخضراء، وهذا هو أس البقاء حقيقة لهذه. وضحت الفكرة فيما يتعلق بهذا السؤال دكتور هلال. دعنا نذهب إلى سؤال آخر لكسب الوقت ووجودك معنا. يعني معهد واشنطن تحدث أيضا عن تغيير مهام القوات الأمريكية والأجنبية في العراق، باعتقادك ما المهام الجديدة المنوطة بتلك القوات بعد تغيير مهامها؟ أنا لا أعتقد أن هذا الكلام فيه كثير من الدقة، لأنه المهام الأساسية لقوات الاحتلال هو احتلال البلد. نحن نرى على الأرض وواقع الحال بأنه لا أحد يستطيع أن يعتبر القوات الأمريكية ولا وجود في العراق، وما هذه الدعايات الإعلامية إلا صراع إعلامي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ووكلاء إيران الذين لا زالت تحميهم الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ضحك على الذقون. هناك مشروعا متفق عليه، الولايات المتحدة الأمريكية عندما انسحبت من العراق انتقمت من العراق انتقاما مربعا بإدخال إيران وتسليم العراق لإيران تسليم كامل، والذي يجري الآن من مناكفات إعلامية هو فقط للابتزاز السياسي ولحماية المنطقة الخضراء والعملاء في المنطقة. أما ما هي التغيير بالمهام؟ هل تريد أن تحارب إيران؟ ولماذا تحارب إيران من العراق؟ إذا كانت تريد أن تحارب إيران فعلا، لماذا أتت بعملاء إيران ووكلاء إيران ودخلتهم في القوات المسلحة وسلحتهم ولا تزال تصرف عليهم لحد هذه اللحظة؟ إذن هناك مشروع مخفي، وهو الاستمرار في حماية النظام السياسي الذي أوجدته الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة ما أشار إليه التقرير أنه هناك توتر سياسي في العراق. إذا التوتر السياسي هو ثورة الشعب العراقي على أزلام الاحتلال المشترك الإيراني. طيب دكتور هلال، يعني إلى أي مدى ترى أن تأكيد الإدارة الأمريكية على بقائها في العراق مرتبط بالأزمة السياسية سواء في الداخل العراقي أو في المنطقة مع تعثر الملف النووي الإيراني؟ أنا أعتقد أنه هي قضية ابتزاز لا أكثر، لأنه المشروع الإيراني الأمريكي مشروع متفق عليه، ولو أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تحارب إيران أو تضع حد لتطاول إيران لما سمحت لها بالتمدد في المنطقة بشكل واضح. المهام هذه أنا أتكلم قبل قليل، المهام هو حماية النظام السياسي الذي أوجدته الولايات المتحدة الأمريكية في العراق لجعل العراق ساحة للتصفيات السياسية لا أكثر ولا أقل. وإلا ماذا قدمت الولايات المتحدة الأمريكية في تقليم أظافر إيران في العراق؟ ماذا اللي قدمت؟ الذي قدمته هو فقط مجرد رسائل لبسط النفوذ لا أكثر. أما إيران هي اللي تتحكم بالعملية السياسية قلبا وقالبا وقرارات، والذي لديه الميليشيات
تعلن ولائها لإيران علنا، الوحيدة في العراق وفي اليمن وفي الشام وفي لبنان الذي ساعدت الولايات المتحدة الأمريكية على انتشار إيران في هذه المنطقة. إلى السؤال الأخير الآن دكتور هلال، يعني إلى أي مدى تعتقد بأن بقاء القوات الأمريكية في العراق مرتبط بدعم الكاظمي في حال الانفلات الأمني المتوقع في العراق، وخوفا مثلا من تمدد واستمرار هذا الانفلات الأمني؟ أنا قلت أنه الولايات المتحدة الأمريكية باقية في العراق لحماية النظام السياسي أي كان، الكاظمي والعبادي والذي قبله وياد علاوي أي أحد من هؤلاء، كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي حريصة لحماية هذا النظام السياسي المتهرئ المرتبط بها ارتباط مباشر، وهذا هو أس البلاء في العراق، لأن الاحتلال عندما أتى للعراق لا يريد خير للعراق، أتى بمجموعة من الأحزاب المتناقضة التي أوصلت العراق إلى هذا الحال الذي يرثى له. من عمان كنت معنا عبر الهاتف الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي، شكرا جزيلا لك.